نجني وطافو غفورة رديرين ذي تسعاد ويجي سيستانة مدي ثب والسوادي كمال لما دزقان قيض الولاية ثلاثنا اليوثنا الطوريق ريزون وهران عين تموشن تتلمسان سيدي بالعباس أكو ذن عما كذا غانو ذي طوريق النظام سلسنة تسنجني وتذقنان ذاكينا ديرين غفور ويجي ذي تسعاد ودي فذو يكن عف ثلاثة نزال ودي كمال لما دا تسعة قيض الولاية ثلاثنا اليوثنا الطوريق تتزير ثمانات ديبازان بوج بواري ريجي بقيت المسيلة تيزي وزول جلفا عين الدفلة المدية أبو مرداس سوفيرت البليدة طمن راسة إليزي أكو داين صلاح الوحري شنت تزمرتي وكذا تزمرت عبد الحق السيحي ذا كان ديليا وسنرين سد ماغن وذي مينوث ويجي غي وسنذي غي له لا شاثن الكونسير وديليا سد ما ذا كوزون ان وهران اميا يفذا كان يدقس لقذيش ويبوض غير وزان 96 ذي المية خاصة أنه لأول مرة في بلادنا هناك مركز سينشأ السنة المقبلة وهو في طريق الإنجاز وصلت الإنجاز وصل به 96% خاص بالبحث في السرطان بوهران ويكون له فرع في العاصمة وفرع في قسنطينة ويضم خبراء وأساتذة في البحث في مجال السرطان توفر لمدة سنتين بدون انقطاع أكثر من 94% من أدوية موجودة حتى إذا كان في 6% فيه تذبذب كان هناك دائما مرجعية للتكفل بدواء آخر متكافئ ثم هناك مجهودات السيد الوزير أيضا وأنا أشكره على الإنتاج المحلي ونحن مطمئنون الآن أن نجد مثلا صيدال وليس من باب يعني التخصيص ولكن من باب المثال فقط صيدال تنتج أكثر من 7 أدوية لمكافحة السرطان وهناك برنامج للوصول إلى 30 إنتاج في هذا المجال وذكي وانا نوس نتالي بجناد وسلوين تسقى متساغنا وثنوس حذيثار سدم وذي فدي غميال لهلاشن الكونسير ويجي سدم سلق ذي شثاء إعلينا ذا كان ديليا وهجي غا نتساوي لا تسقى متثميل وثغر يتبدان غافو سدون ونغافو سدون وذاوي السوالة لنا كندا غانا ذي فراس إشرور نوكي عنا تفاصيل ودنا صغر سوف يتم إنشاء لجنة للتكفل بمرضى السرطان الأطفال في خاصة في مجال الراديوثيرابي وهذه بشرة خير للأطفال إن شاء الله ودائما نطلب المزيد يعني المرحلة الأولى كانت للتكفل بالمرضى على المستوى الوطني المعوزين يعني عندها 8 أشهر الآن المرحلة الثانية وهي التكفل بالمرحلة الثانية وهي بالأطفال في مجال العلاج الإشعاعي وإن شاء الله مع حلول 2026 حسب السيد وزير الصحة هنالك يكون إن شاء الله جميع المراكز حيز الخدمة الإعلان رسميا على 30 جيد ثيرابيوتيك يعني موجودين في الجزائر وهذه يعني بشرة خير والهدف الأساسي منها وهو توحيد الدواء وتوحيد كيفية العلاج في الجزائر من تمراسة إلى تيبازا ومن تبسة إلى تلمسان ديما دوغويني شدنا غير تزمرت استوقفنا تسيث الندوة ويجي غيو سركض ان وقرا حال دغا فوق روينسان افرسنا الباراسيتامول ذين زمرنا دي زين سوين دين الهلكات والهلكات نديما اكشوفانا السبوين ان التسع دغا سويا سوثوروني من جايين عوذنا تموغلي ذو سفدي نيمي هي الادغا ايجموضان وشارنا تفاصيل في سيث نكرا ندوا يوصن قصن وقراح يكشوفنا قراح نقارون غرنو في الصيح ثنو وغلانة سوغماس تسود ما ورضان يرى عيفر مسيانا أدينا لما راني ميهي من مقال غارون أرني غنو الطون الويدي يتساغى ندوا نالباراسيتامول أم بغير ثوري قثني مجيين احنا رانا نشوفو دو بليز ان بلي لا كونسوماسيون تاع باراسيتامول يتزيد سي تري غراف سي با بيان لازم ندقوا نخص الخاطر هذا بلي لا باراسيتامول لي دونجور سي با بيان دو كونسومي هكذاك انسان كي يوجع راسو سي ان سين دالارم علاش يوجعك راسك بالك ما راكش مليح من عينيك بالك من ودنيك بالك يا كلك شوز دونك الانسان يلفو كونسولتي افزاي دو شلفاغنا تسا يتسيلي دستي السيثة وغيرنا تجغمتي ولمن ندوان التوكسان وقراح امي غار ينموران اسنرني غادي تجغمت ذاقلا عن وقراح سك زوران هما ما على بالهمش بلي زيفي الون تيرم كما يقولوا للمدى الطويل عبك هادوما سي توكسيك للكبدة وليرا شرب باراسيتامول كل ما يوجعك راسك صح يروح لك السطر فهذاك الوقت ولكن على المدى البعيد يقدر الكبد تاعك يبداو الخلايا تاعو يموتوا وهذا الناس ما على بالهمش حتى يفوتوا 10 سنين 20 سنه وما يشربوا الادويه هكا كبر هادو الادويه بكثره
وبدون وصفه طبيه، لانه كي تفوت عند الطبيب طبيب العمل تاعك ولا طبيب جينيراليست طبيب العائله هو اللي راح يقول لك ما تزربش تشرب الدواء، لازم حتى نديرو تحاليل ربما. في سيت ندوى غم بغير تريريت نتلست أرنو تزلا غرغورس يلاخوذ يتزيد السله لكاث ويرنو ذا غني السكرس اللي حالا نتزمر تغير اسويا يبويدو قرع تريريت نحبس دقوين يشدن غارث ذم ساغ أو سد ما حوصا دانا حوصا دخرا غني فرس نتفلح في تيريين ثم كانت السوزالين السذي لسواق النمضة للسومة ذي السواق بغانا اللجنس إمي أصمالية نرنا في لسان وسوثار أما ذي السواق الأوروبا كن داغان كندا دخرا داغان التمويين أنو ملونا ألمس الساغ أصمالية نرنا غان ذي ذم ساغ دنزار الدقصة في وانا نسنتر دقوين سيدقلان يمشي عن التيلي صرينا النهار سيل فصل غار اللفت وسيل مشمش غار فقوس ذ الدقسن الخضراء ذ الفكية غنظن يلا ياني دي تسرى وكالة نتزير يطقو تفلس وسثارة فارة نتموت وثم هل ثنوزي جو سيم مال ثتنرنا كاين ليزوغريم كاين تفاح كاين البطيخ كاين العنب المشمش رانا في المرتبة الأولى في إفريقيا في افريقيا يعني بالمنتوج تاع المشماش ام زوينا ماركانتين غرنون لوضان اذوكالينس يرات تزمرت فارس يالي سفار وذي يالا خوذ ذاين يرانا ازكزان ذو همون ايد سرا يتمزازال ذي الاسواق اللجنس عندنا في شهر واحد نحيو التمر ونحيو الزيتون ونحيو التفاح في المنطقه الصحراويه الناس لابسه لباس صيفي وتنحيو تقطع في التمر وفي المناطق الجبليه الناس لابسه اللباس الشتوي وتنحي في التفاح وين السيد فرث في اللحظة نتزاير ذي القلان وسقدش نيم سنجران نبعش ذا يعني يتسرانا الغلات السيد تسوغال قرذن تنزه غارو فرس نوغاما ورثك شيم ثمهورين ونزيد نضيف لك يعني الإضافة اللي نقدر نضيفها يعني اوني برسك دون البيو قريب في البيو ما نستعملوش مبيدات كما في الدول تاع الخارج هذا معروف يعني وعندنا الأرقام أزيجون الغلاث نتفلح في زرادة نرنين التيدت مشا يبويد دي فروي تيشتي نوزي جون وين يوهرن وذي يهي لس الدمع إيو كان ديلين أمزي زالد وش قرو غير ثمال سواق نوما ظلنا الفراني ذوك سنتا لنظان سنرني غنوين دسو فوغث خبانيث نسيمان سدماتيني دي زيانة ذي ثمتنا التمهوري غنواد سلاوياجي ذي شلف ذوك الطوني يلان جوجلف وميتين لما جوجلف وميتين اللطنان مليون اللطنان لما دزال أنا 4200 اللطنان ذيان سيديان ثم كانت السدما ذوق مضال وذين سنرنين ثادم ساعة السومة وكانت تفاصيل ثورق ودنزيغل ويارن 50 قطاراً التجمان تخبانيث نسيمان ذي مفرورن ذيكس هذه ثمناطنا التمهورين أنوادي سلي وإننا يسنرنا نزال النسوفاغ سي جوج ألاف وميتين اللطنان غارو يارن 4200 إمليان اللطنان ذوك سوكوس المصنع الإسمنت عنده ثلاث خطوط الخطين القديمين والخط الجديد الذي دخل حيز الخدمة والإنتاج سنة 2022 مما ضاعف الطاقة الإنتاجية للمؤسسة من 2,200,000 إلى 4,200,000 طن من الإسمنت سنوي إذي شرق يرن ثخباني تتيثم كانت سوزالين سدي الأسواق الأوروب أندا يسعدي وزال نوزيجو سيني مليان اللطنان ويجي غير ثميوين يمجرثن كل أنواع الأسمنت المنتوجة في مؤسستنا وهي مطابقة للمعايير الأوروبية وهذا ما سمح لنا في هذه السنة وخاصة هذه السنة 2024 وتصدير كمية معتبرة من مادة الأسمنت إلى السوق الأوروبية السوق الأوروبية رغم أخذوا كميات من الأسمنت لأوروبا ونفس الزبائن عادوا ويطالبوا أكثر من هذه من هذا المدى اللوزين النسيمان ذي مفرورن ذيكس ذي شلف تسمى غنات ذا مساغ استيذت وتسمر ناغس وزلين سيهمو أكذا غنظ لو فارا نفارسان إيجدنا نيلفانيان تسيدان ذا سوكان صودار تقرني سلن ثنميرتك ويخونو دي قمن يذنا غارتوران زغر غرم أحلام شكرا لك يا جميلة مشاهدينا بدوري أصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري أشكركم على المتابعة.